عن الحكومة أقرت منذ في برنامجها منذ مدة عمل جبار فيما يتعلق بإصلاح قطاع المحروقات، وهو جزء طبعا من الدينامية اللي كتعرفها بلادنا في مجال الطاقة بصفة عامة، بالإضافة إلى الدينامية في مجال الطاقات المتجددة وفي مجال الكهرباء. اليوم هذا القطاع ديال المحروقات أيضا كيعرف دينامية في هذا الاتجاه. بدينا أولا يعني بنينا على التقارير التي صدرت من مجلس المنافسة، التقارير الذي جاء في مهمة البرلمانية، أيضا التقارير التقييمية التي قامت بها الوزارة. فعلى هذا الأساس الحمد لله واحد العدد ديال الأوراش اللي طلقناها على الصعيد الوطني، واللي هي أوراش إصلاحية لصالح الاقتصاد الوطني ولصالح المستهلكين. الورش الأول وهو يعني فتح القطاع أمام مزيد من الاستثمارات، ولذلك اليوم يمكن نقول لكم أكثر من 10 شركات جديدة اللي ضافت واتخذت التراخيص باش يمكن لها نزيدوا في التنافسية القطاع، لأن كاين طلب بجانب طبيعة الشركات اللي موجودة. وهذا كيخلي هذه رسالة إلى الجميع أن بلادنا الحمد لله فيها مناخ الأعمال، يعني أن كليما دي زافير اللي هو كيشجع الاستثمار في كافة القطاعات وخاصة قطاع ديال الطاقة. وهذه رسالة إيجابية ومهمة وضرورية وفي هذا اللحظة بالنسبة للبلاد ديالنا. الأمر الثاني وهو مشينا في اتجاه تبسيط المساطر، واللي خلات الحمد لله عدد من الاستثمار في مجال المحطات ديال البنزين وفي مجال أيضا محطات ديال التعبئة ديال الغاز. فقط نعطي واحد المثال باش يزيد يطمئنوا المستثمرين والمواطنين واللي مهتمين أيضا بهذا القطاع، على أنه كان المعدل ما بين 50-60 محطة في السنة لكي ياخذوا الرخصة. اليوم راه في سنة 2020 وصلنا ل 210 ديال المحطات، بمعنى أنه هذا أيضا كيبين الحمد لله على التحول اللي واقع في هذا القطاع والاستثمارات اللي هي مهمة باش يكون هذا القطاع قريب من المواطنين، ثم كيأدي خدمة في أحسن الظروف. حتى هذه المحطة وقع فيها تحول، فأصبحت بالإضافة إلى البنزين نادي اجتماعي، فهي محطة متعددة الخدمات. وكنلاحظوا الحمد لله الآن التنافس بين أصحاب المحطات وأيضا يعني حتى استثمارات في مجال التعبئة ديال الغاز أيضا، وهذا كان مطلب وكان ضمن أيضا الأوراش الإصلاحية في مجال المحروقات، هو المجال ديال التخزين، لأن القانون كيفرض باش يكون عندنا يعني واحد الفائض ديال التخزين، ما نسميه التخزين يعني اللي كيأمن الحاجيات، خصو يوصل حتى 60 يوم، كان عندنا حوالي 30 يوم. اليوم مع الاستثمارات اللي قد توصل حوالي 4 مليار ديال الدرهم، 3.7 تقريبا يعني مليار ديال الدرهم، يمكننا نوصل ل 45 يوم، ومازال كاين استثمارات من طرف الشركات الخاصة. وهذه المنظومة درنا فيها واحد الإصلاح، أنه ممكن يكون استثمار مشترك بدل أن يكون استثمار أحادي يعني انديفيديوال، كيمكن يكون استثمار مشترك. وبغينا نشجعوا أيضا الاستثمار في المجال اللوجيستيك ديال المحروقات، واللي غيساهم أيضا في دينامية هذا القطاع، تنافسية هذا القطاع، جودة المنتوج في هذا القطاع، تأمين يعني تزويد السوق الوطني في هذا القطاع. وهذا مرة أخرى يطمئن يعني المغاربة ويطمئن أيضا يعني المستهلكين. بالإضافة إلى هذا الشيء اشتغلنا على واحد الورش اللي هو مهم، هو مراقبة يعني هذا المنتوج، بالإضافة لهذا المختبر أنا غادي نتكلم عليه في النهاية. فأطلقنا طلب عروض لاختيار أحسن شركة اللي يمكن لها تعطينا حل لاستعمال التكنولوجيات الجديدة اللي كتعطينا الإمكانية تتبع مسار هذه المواد ملي كتجي من الميناء حتى كتوصل عند الزبون. وهذا التتبع ضروري باش يمكن لنا نأمنوا تزويد السوق وتفادي أي ما من شأنه طبعا أن يسيء إلى هذا القطاع. هناك شكايات في هذا المجال، وبالتالي هذه الوسائل غتعاوننا، ثم أيضا الوسائل التقنية اللي كيسمح بها القانون لمراقبة أيضا جودة هذا المنتوج، لأنه كتجي شكايات إما من أصحاب المحطات ولا شكايات من المواطنين حول الجودة، وبالتالي استعمال التقنيات الجديدة مهمة. بالإضافة لهذا الشيء هو تطوير المختبرات اللي عندنا 4 ديال المختبرات على الصعيد الوطني، يعني موزعة باش نكونوا قراب من سوق الاستهلاك، ولكن هذا مختبر مركزي اللي غتستثمر فيه حوالي 20 مليون ديال الدرهم، 10 المليون ديال البناء و10 المليون فيما يتعلق بالتجهيزات، واللي غيخلينا ايضا باش يكون عندنا كما قلنا شبكه ديال المختبرات مع هذا المختبر المركزي لصالح المراقبه ديال المنتوجات، في انتظار طبعا اصلاحات اخرى اللي كنعاود ناكد عليها، اصلاحات اخرى اللي كتقوم بها القطاعات المعنيه على راس قطاع وزاره الماليه، باش يمكن يستمر قطاع المحروقات كيقوم بالدور ديالو. الدور الاول هو تزويد السوق بما نحتاجه، الطلب يتزايد باستمرار،
طبعا أن يكون هذا المنتوج في جودة ومراقب، ثالثا أن يحصل المواطن على هذا المنتوج في ظروف حسنة، رابعا أن نضمن للمستثمر حقه في الاستثمار في هذا القطاع، لكن في إطار القانون وفي إطار طبعا وحد التنافسية اللي هي شفافة واللي هي عادلة.